الكلام عن ديمقراطية فعلا كما ذكرتم يطول، ولكن الديمقراطية لفظ حادث يعني جديد، ولفظ مجمل، والألفاظ المجملة لابد أن يستفصل في معناها. فالديمقراطية اليوم فيها جوانب جيدة وحسنة وتوافق شرعنا، وفيها جوانب باطلة وتناقض شرعنا. فلا بد أن نقر الحق والحسن والسليم ونرد الباطل والقبيح. فالديمقراطية ليست على تفسير واحد عند واضعيها، حتى عند الأوروبيين ليست هي فقط بمعنى حكم الشعب. نعم، هذا أحد معانيها الذي لا بد أن نقف عنده ونقر ما فيه من حق ونبطل ما فيه من باطل. الآن لو البرلمان مثلا الذي جاء كنتيجة للديمقراطية أراد أن يبيح شرب الخمر أو التجارة في الخمر كما يحصل في بعض البلدان العربية المسلمة في الأصل للأسف، يعني يرقون تجارة الخمر حسب قرار البرلمان مثلا، هذا لا يجوز قولا واحدا، وهذا من استحله يخرج من الإسلام أصلا. ولكن من معاني الديمقراطية الجيدة هو محاربة الاستبداد والظلم، وهذا ليس كلام مسلمين، هذا كلام غربيين أصلا، مفكرين وعلماء قانون وغيرهم يفسرون الديمقراطية بمنع عودة الاستبداد. نعم، معنى جيد جاء به الإسلام.